اهلا بيكم في تيتا مطبخ. النهارده هنعمل الكريب الحلو للعلب الجاهزه، بس النهارده اللي هتعمله الشيف هدير، شيف صغير. اهلا وسهلا بيكم. النهارده نعمل مع بعضينا طريقه الكريب الحلو مع تيتا مطبخ. هقول لكم مكوناته دلوقتي. هستخدم معلقتين كبار ونص زبده سايحه، وبيضتين، وكوبايه كبيره لبن 400 مللي، والكيس ده بنجيبه كريب حلو اللي هو بيبقى مقادير الكريب الحلو اللي جواه، تبقى الدقيق وهو جاهز يعني، وده بتبقى جاي معاه كريمة الحشو بتاعته. هنا بقى هي هتحط كل المكونات على بعض. الخليط اللي في الكيس الأبيض ده البودر بتاع الكريب، هنا بقى بعد ما ضربت كل حاجة مع بعض هتغطيه وتسيبه ربع ساعة. ده بقى كريمة الحشو، حطت زي ما مكتوب على العلبة كيس وعليه لبن. هتاخده على النار تقلبه لحد ما القوام يتقل. انا طلعت من النار وهو سيبه كده عشان نطلع بخار، وهحطه بقى هحطه في الثلاجة لحد ما يبرد لحد ما يبرد بس. هنا بقى طاسه على النار ومسحتها بشويه زيت وحطت كبشه من الخليط، ولما لقيها استوت هتقلبها على الناحيه التاني، بس هي ما صورتش الحته دي، لحد ما تخلص كل كميه الخليط. شكله بعد ما عملته اهو شكله، هو الخليط ده عمل لي 7 قطع بالظبط، يعني 7. دلوقتي بقى هبدأ احشيه. كريمة الحشو بعد ما طلعتها من التلاجة هتحشي بيها الكريب وتلفه رول كده، وهتحشي التاني بصوص شوكولاتة او شوكولاتة قابلة للدهن اللي انت عايزاه. كده انا خلصت بقى وصفتي النهارده، يا رب تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. باي باي.